كبير محمد صلاح. محمد صلاح هو بطل شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي. قائدنا وقائد منتخب مصر محمد صلاح بيحصد الأمجاد بعد ما أعلنت رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية طبعا عن نجم فريق ليفربول بالفوز بجائزة أفضل لاعب عن شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي الممتاز. حضراتكم عارفين أن الجائزة دي بتمنح خلال تصويت الجماهير على قائمة اللاعبين المختارين من قبل طبعا الرابطة المحترفة اللي ضمت 5 مرشحين كبار على مستوى طبعا فيل فودن لاعب المان سيتي ورايس طبعا لاعب ويست هام يونايتد وكان في جيمس طبعا نجم تشيلسي وكثير من اللاعبين، ولكن محمد صلاح بتألقه في هذا الشهر بيحصد هذه الجائزة الكبيرة، وتكون طبعا دي على الشهر الثاني على التوالي. محمد صلاح كان هو الحائز على هذه الجائزة في شهر سبتمبر وكمان حاز على هذه الجائزة في شهر أكتوبر. كمان محمد صلاح فاز في طبعا حضراتكم عارفين محمد صلاح دلوقتي هو هداف البريمير ليج برصيد 10 أهداف بفارق يمكن 3 أهداف عن جيمي فاردي طبعا لاعب ليستر سيتي. لكن كمان شهر أكتوبر محمد صلاح شارك في 4 مباريات مع ليفربول، ساهم في تحقيق الفوز خلال مباراتين أمام واتفورد طبعا 5-0 وأمام المان يونايتد وسجل طبعا ثلاثية رائعة، وتعادل أمام المان سيتي 2-2 وبرايتون 2-2. تم اختيار هدف محمد صلاح كمان في مرمى المان سيتي كأجمل هدف في شهر أكتوبر. طبعا سجل الفرعون المصري زي ما بقول لحضراتكم 5 أهداف في شهر أكتوبر، منها زي ما قلت لحضراتكم 3 هاتريك أمام المان يونايتد وهدف في مرمى واتفورد ومرمى في أو هدف في مرمى المان سيتي. طبعا كل التوفيق لمحمد صلاح اللي زي ما بقول لحضراتكم السؤال دلوقتي ويمكن الناس بتسأل كتير جدا، هو محمد صلاح هيجدد تعاقده امتى؟ التعاقد مع محمد صلاح ما تمش ليه لغايه دلوقتي؟ زي ما بقول لك يعني هو طبعا التعاقدات مع اللعيبه الكبار مصاف يعني الليفل العالمي زي محمد صلاح رونالدو وميسي بتاخد اشكال مختلفه، ويمكن هنا في المحترف شرحت لحضراتكم ان الموضوع مش موضوع محمد صلاح افضل لاعب في العالم حاليا يلا نجدد العقد لمده 3-4 سنين، في متغيرات كتيره جدا جدا وفي عوامل كتيره جدا جدا يعني بتكون في هذا التفاوض. ذكرت لحضراتكم منها ان محمد صلاح اكيد هو افضل لاعب في العالم دلوقتي، لكن ليفربول مش هو المان سيتي، ليفربول مش هو حتى دلوقتي مثلا باريس سان جيرمان او بنتكلم على تشيلسي، لان هذه الأندية ممكن يكون عندها خزنة مفتوحة لعدد كبير جدا جدا من الأرقام الكبيرة ممكن يعمل بها ترانسفير. ليفربول مش من الأندية دي، ده جزئية. الجزئية الثانية كمان على مستوى التقييم، لو احنا قيمنا أكيد محمد صلاح دلوقتي أفضل لاعب في العالم بلا جدال، لكن على مستوى بعض المؤسسات الكبيرة اللي بتعمل إحصائيات وبتضاف لهذه الإحصائيات بتعمل تقييم الفاليو، تقييم فاليو كبير جدا جدا، وزي ما بقول لحضراتكم المؤسسات ديت هنتكلم عليها، يعني المؤسسات ديت بتحط الترانسفير ماركت ديت بتحط يعني زي ما بقول لحضراتكم دلوقتي الفاليو بتاع مهاجمي ليفربول من خلال زي ما بقول لحضراتكم الترانسفير ديت بتعمل فاليو ل 600,000 لاعب محترف حول العالم. نتكلم على فيرمينيو يعني الفاليو بتاعه دلوقتي على حسب الاحصائيه 34 مليون. نتكلم على اوريجي ده 11 مليون. نتكلم على دياجو جوتا طبعا الهداف الرائع ولاعيب ممتاز جدا الترانسفير بتاعه 42 مليون. نتكلم على اليوت 15 مليون. نتكلم على محمد صلاح الفاليو اللي حطه الترانسفير هذه المؤسسه الكبيره بتتكلم ان محمد صلاح الفاليو بتاعه دلوقتي 80 مليون يورو. ساديو ماني 53، بنتكلم على مانيمينو طبعا 15 مليون. فعايز اقول لحضراتكم كمان دي ترانسفير ماركت على حساب او على التوقعات للفاليو للعيبه وسط الملعب، على سبيل المثال ميلنر 5 مليون، نتكلم على اليكس طبعا شامبرلاند 18 مليون، جونيس بتتكلم 27 مليون، نابي كايتا 23 مليون، تياجو الكونتار 25 مليون، فابينيو 66 مليون، وجوردان هندرسون 29 مليون. ده على مستوى خط الدفاع. على مستوى الترانسفير لمدافعي فريق ليفربول
نتكلم على أندري روبرتسون، طبعا الباك شمال الرائع الاسكتلندي، 74 مليون ترانسفير ماركت بتاعه او فاليو هذا اللاعب. نتكلم على لعيب طبعا الكسندر ارنولد، يمكن اكبر كمان قيمته اكبر تسويقيا في هذه المؤسسة من محمد صلاح، وصل ل 91 مليون، بنتكلم على مليون جنيه استرليني، فرقم كبير جدا. ليه؟ لان طبعا عامل السن بيختلف كتير جدا، لان بقول لحضراتكم مش التقييم دلوقتي، لكن التقييم على حسب السن، على حسب المركز، على حسب سن اللاعب، على حسب الفاليو اللي بياخده او مده عقده دلوقتي حتى مع ليفربول. بنتكلم على عوامل كتيره جدا جدا، زي بنتكلم فان دايك من اعظم مدافعي العالم دلوقتي، يمكن الفاليو بتاعه وصل ل 42 مليون باوند. نتكلم على يعني كمان جوزي جوميز لاعب رائع ومدافع رائع، بيتكلم 28 مليون. نتكلم على ماتيب طبعا اللاعب سيرد باك رائع 19 مليون. فعايز اقول لحضراتكم يمكن دوت اللي بنتكلم عليه، ان طبعا يعني طبعا ولسه كمان قدامنا الحراس، حراس المرمى اليسون 69 مليون، بنتكلم على كيلر بيتكلم في 2 مليون، لوريس كمان ب 2 مليون، ادريان طبعا يعني اللي واحد فيهم ياخد حوالي 300 ألف جنيه استرليني. فعايز اقول لحضراتكم يمكن في الارقام دي بتبقى مفاجاه شويه لبعض الناس المتابعه، يعني بتتكلم على ارنولد لعيب لعيب قيمته دلوقتي 91 مليون، ومحمد صلاح افضل لعيب في العالم قيمته التسويقيه بس من خلال هذه المؤسسه 80 مليون بس. ده اللي بقول لحضراتكم عليه، التقييم فيه عوامل كتيره جدا جدا، ومن اهمها سن اللاعب، سن اللاعب بيكون عامل كبير جدا جدا لتقييم هذا اللاعب. بنتكلم على كمان بنتكلم على لعيب دولي، لعيب منتخب، البطولات اللي حققها، بتتكلم على عوامل كتيره جدا، البوزيشن بيخش في عامل التقييم لهذا اللاعب. فعايز اقول لحضراتكم ان خلال يعني كمان خلال الفترات اللي فاتت كان في رومرز كده، حضراتكم عارفين يمكن من اسبوعين او من ثلاث اسابيع، يعني يمكن استحوذ مستثمر سعودي على حصه كبيره او اشترى نيوكاسل، وبالتالي خلال الايام الاخيره كمان اتكلموا هل يكون محمد صلاح في طريقه لنيوكاسل، لان في رومرز بعض الاخبار طلعت ان نيوكاسل بيحضر عقد لمحمد صلاح بقيمه 700 الف جنيه استرليني اسبوعيا، عشان يكون هو اغلى لاعب في العالم حصولا على هذا التعاقد. في حال التعاقد نيوكاسل مع محمد صلاح بعقد 700 ألف جنيه استرليني سنويا. الكلام طبعا مش رسمي، ولكن بعض الرومرز بعض الأخبار اللي طلعت إن من البلانينج المحطوطة لنادي نيوكاسل أو مستثمري أو مالكي نادي نيوكاسل هو التعاقد مع محمد صلاح، وهم على استعداد لدفع 700 ألف جنيه استرليني أسبوعيا لهذا النجم الكبير. ويمكن الصورة لحضراتكم كمان حاطين يعني زي جرافيك كده ان محمد صلاح يعني على اعتاب نيوكاسل، ولكن في اعتقادي الشخصي ان الامور كلها مغريات كتيرة جدا لمحمد صلاح، ولكن الافضل في وجهة نظري الشخصية هو استمرار محمد صلاح مع ليفربول، لان ما يعني اللي عمله محمد صلاح مع ليفربول الثقة الكبيرة من الجماهير وحب الجماهير، العلاقة الجميلة ما بين يورجن كلوب المدير الفني ومحمد صلاح، ما بين محمد صلاح وجماهيره، ما بين محمد صلاح ولعبته، أعتقد هو الاختيار الأفضل، وإن شاء الله نشهد تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول خلال الأسابيع اللي جاية. طيب نروح للجزئية